السادس الإيمان بالقضاء والقدر. هم altıncı rukun erkanı bulup tura indi takdirge iman getiru. له أربع مراتب، أربع درجات. هم şu takdirin indi 4 derecesi var. الأول أن نؤمن أن الله عالم كل شيء. İn birinci Allah'tan barlıq narsanı da bilüşi. الثاني أن الله أمر القلم بأن يكتب كل شيء. هم ikincisi Allah Subhanahu taala emir etken kalemge barlıq narsanı da yazırma. الثالث أنه لا يمكن أن يقع أي شيء في هذا الكون إلا بما أراد الله. هم bu dünya yüzünde bir narsa da düşe almay, bir narsa da bulalma إلا de meğer Allah Teala dilese gibi. الرابع dördüncü العبد مخلوق. Kul ul barlıqa getirilgen. وأعمال العباد كذلك مخلوق. هم şulay kullarının indi kişilerinin amelleri ul barlıqa getirilgen. كيف أؤمن بالقضاء والقدر؟ هم نشي كتب بس شو شو تقديرك شانا بس إيمان كتير بس. أؤمن بهذه المراتب الأربعة. شو شو بارلا درت درجة كا درت بس كشكا بس شانا بس. لابد من إحسان الظن في الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ترندا يخشونا ويلر غاتيش. نعم أقول أن الله سبحانه وتعالى اختارني بأن أكون من أهل الجنة. هم يخشوا ويلي بس الله تعالى من جهنة أهلنا نبصي الله عنده. أعمل بعمل أهل الجنة. هم جنة أحلّاري قلطرن عملّار قلام ولا أعمل بعمل أهل النار هم جهنم أحلّارن عملّارن قلمين أدعو الله سبحانه وتعالى الجنة هم الله تعالى دا جنة نصرين وأستعيذ بالله من عذاب جهنم هم الله سبحانه وتعالى دا جهنم غضبنا سخلا ونصرين